مشاهدينا، الجمعية الطلابية الكويتية في ملبورن استراليا تحديدا، هي جمعية طلابية أنشئت من قبل طلاب وطالبات في استراليا، أنشئوها بأنفسهم لأن ما في هناك في ديرة واستراليا تحديدا اتحاد طلبة، واعتمدت هذه الجهود والاجتهادات الشخصية للطلبة بكثير من الأمور والتفصيل اللي راح نعرفه إن شاء الله مع ضيفتنا الطالبة زهراء عاشور، الشريك والمؤسس للجمعية الطلابية الكويتية في ملبورن استراليا. صباحك الله بالخير وحياك الله. الله بالنور، الله يحييك. صباح الخير، يعطيك العافية زهراء. والحين تو في عطلة يعني، وإن شاء الله تستمتعون بالأجواء هنا بالكويت يعني. لكن فعلا حلو أن الطالب لما يروح أي مكان أو أي تخصص لازم يعرف كثير من الأمور والتفاصيل، يمكن يكون المكان صعب عليه وجديد ودولة غريبة وبعيدة عن دولة الكويت. فخلينا في البداية نبتدي معاك يعني، نبي نعرف تفاصيل أكثر عن الجمعية الطلابية الكويتية اللي موجودة في ملبورن أستراليا. أولا، الجمعية الطلابية الكويتية في استراليا ملبورن أو KMSS هي جمعية طلابية أسسناها أنا وزميلي طلال الياقوت، وأسسناها لأن إحنا ما عندنا اتحاد في استراليا. تقريبا من بعد كورونا قعدنا هناك سنتين وما كان في أحد، فكنا نشوف أخواننا الطلبة في أمريكا وبريطانيا ونشوف فعالياتهم ودش بخاطرنا هالشيء، فقررنا إحنا بنفسنا نبادر ونسوي جمعية بنفسنا. فهذا كان كله يعني مبادرة طلابية منا إحنا والحمد لله. ممتاز. أي تحديدا تاريخ الإنشاء أو الاتفاق على أن أنتوا يعني تسوون هالجمعية؟ أكيد في اجتماع صار يوم معين، شو اللي يعني كلف عليكم مثلا غير الاجتماع أن تسوون هالجمعية؟ هو يعني قبل ما نأسسها قررنا أن خلنا نقيس النبض، نسوي أول شيء فعالية حق العيد الوطني، نشوف الطلبة إذا يبون ولا ما يبون. فسوينا أول فعالية عيد الوطني 2023، والحمد لله حصلنا على دعم وايد ويو طلبة أكثر من ما نتوقع. وإحنا يعني كنا متوقعين حوالي 20 أو 30 طالب، بس اليوم تقريبا 70. فإحنا ما كنا أصلا ندري أن كل هالطلبة موجودين في استراليا، فحصلنا دعم منهم ودعم من الأهالي. فقررنا من بعدها يعني خلاص نعلن عن الجمعية وتأسيسها، يكون شيء رسمي أكثر يعني، شيء رسمي. وسوينا حساب على الانستغرام وجروب، فقلنا حق الكل يومها أن إذا تبون يعني إحنا الجمعية الطلابية وإن شاء الله بنكون وياكم. الشيء الصعب أنه لما تخرجتوا يعني للأسف كانت في سنة وايد صعبة، اللي هي طبعا مرينا فيها الأزمة، أزمة الكورونا. ويعني من قبل شوي كنا حتى قبل الهواء قاعدين نتكلم عن هذا الموضوع، أن بعض الطلبة لما يروحون يبون أهلهم يروحون معهم. كنتي بروحك وكان في صعوبات كثيرة، وعلى أساسها أكيد يمكن من هذه الصعوبات والتجربة فكرتوا بإنشاء هذه الجمعية الطلابية الكويتية. أنا ودي أتكلم عن الصعوبات اللي واجهتكم، شنو هي أبرز التحديات؟ والله لأن إحنا أول مرة نسوي الجمعية، فكان في وايد أشياء ما نعرفها، كل شيء كان جديد علينا. أيه. وكل يعني كنا بالوي حق كل شيء. فأتذكر كان صعب ندور على راعي أو سبونسر يساعدنا بالفعاليات، خاصة حق أول إيفنتات. نقلة الأغراض كانت صعبة لأن إحنا كنا نسوي كل شيء بيدنا، فاضطرينا نتعلم شلون نسوق هناك بس علشان ننقل الأغراض من الإيفنت أو يعني من بيوتنا للقاعة. فهذا كله كان صعب علينا، وكنا ما نعرف من نكلم إذا نبي شيء أو نحتاج شيء. بس بعدين الحمد لله أخواننا في جمعيات ثانية بدول ثانية ما قصروا وعطونا وايد نصايح، وجهونا قالوا لنا وين نروح وين نجي ومن نكلم. فهم هم بعد شلون قدرتوا تلتقون فيهم يعني؟ ما كانوا معكم باستراليا؟ هم لا، بس يعني أغلبنا نعرف ناس من أهلنا أو من ربعنا في الثانوي أو بالمتوسط، فتواصلنا معاهم على الانستغرام أو حتى لو تدشين على حساباتهم. هم يعني الحمد لله كانوا وايد طيبين معانا، كانوا مقدرين إن إحنا أول مرة نسوي، كانوا يبون يساعدونا. فتواصلنا معاهم عن طريق الانستغرام والواتساب، واللي عنده معارف شخصية هم كلم أهله. حلو. يعني أول فعالية أول اختبار لهم كان العيد الوطني يعني شهر 2 اللي طاف 2023. انا المعلومه اللي عندي اسماء والمشاهدين بان كان من جيبكم الخاص، فيعني هذا ترى بحد ذاته من الصعوبات. بعدها شنو قررتوا تسوون يعني؟ الان مثلا في فعاليه ثانيه اكيد ما تنتهي الفعاليات، كلقاء مثلا، كتوزيع مهام معينه. ونقطه ثانيه نفس النقطه اللي هي في طلبه قدامى وطلبه مستجدين والتوفيق بينهم. احنا وزعنا يعني بيننا الادوار، ويعني حطينا احد حق كل جزء من الجمعيه او كل واحد يمسك وظيفه معينه.
فاحنا الطلبه الكبار كثر ما نقدر نحاول نساعد المستجدين اللي عنده اي سؤال، نقول يعني اسالوا هالشخص الفلاني ولا اسالوا هالجهه المعينه. ومن ناحيه يعني الايفنتات ويعني ان كل شيء يطلع من جيبنا، حاولنا ندور على رعاه ساعدونا هناك في استراليا. هم يعني لقيت واحد؟ اي لقينا احد، كان في شركه علاج طبيعي او محل علاج طبيعي شافوا ان احنا طلبه الطب وحبوا يساعدونا ويساهمون ويانا، فهم هم يعني ما قصروا معنا. لكن ما تستغنون عن الدعم اكيد. اي لا يعني ان شاء الله يعني في خير اللي يشوفون من يعني من اللي يسهلون على الطلبه مثل هذه المهام، لان الخدمه كلها طلابيه. اسمع، واتساءل على نقطه التجمع مثلا، انت على فكره هي طالبه طب. اي مش طب بشري. شلون عندك وقت انت طبعا وغيرك من الزملاء اللي طب اعتقد دراسته شوي اصعب، والوقت عندك وقت حق التجمعات يعني هو اكيد اذا قدرت تنسق وقتك يكون عندك وقت، وانا عندي بوقت الفراغ اساعد في غيري احسن من ما اقعد واطالع تلفزيون ولا مسلسل وشي. فانا استانس لما اساعد غيري، وحتى اللي معاي بالجمعيه كلنا دشينا واجتمعنا على نفس الهدف، نفس الهواية، أننا نبي نساعد غيرنا، ما نبي يصير فيهم نفس اللي صار فينا، نبي نحاول نجتنب هالشيء كثر ما صار، نبي نوفر لهم مصادر كثر ما نقدر. نعم، وعلشان يكون الموضوع سهل بالنسبة لهم فعلا لما مريتوا بهذه الصعوبات الواحد يحس في غيره، خصوصا من الطلبة، ولما يكونون توهم واصلين يعني بأعمار صغيرة للحين، هم يعني يمكن فيهم نوع من الرهبة، شوية قلق وخوف، وحلو من يوجههم يكون متواجد معاهم. والفعاليات ترى دائما مهمة، يعني تعطي جو من السعادة حق الطلبة، شوية تكسر روتين الدراسة وتحسسهم بأجواء الديرة بعد، لأن ترى وايد صعب الغربة. في بطولات سويتوها؟ بطولة كرة قدم؟ اي سوينا بطولة. نبي نعرف تفاصيلها. كرة قدم؟ اي سوينا بطولة. انا ترى خلف الكواليس في شباب قاعدين موجودين، فاتوقع ان كرة قدم لحظة رجالي نسائي ولا؟ لا رجالي. رجالي. سوينا هالبطولة وسميناها باسم شهيدين من شهداء الغزو اللي هم يونس ويوسف مال الله الله يرحمهم. رحمة الله عليهم. ويومها شاركوا فريق، اسسنا فريق بالكويت، واخواننا بالسعودية هم سووا لهم فريق، وبالامارات، وهم كان في فريق استرالي، كان في فريق ثاني اللي يعني اللي يبي يدش بس ما عنده فريق كان يقدر يدش. فيوم عسى فزتم، بس فاز فريقكم؟ لا ما فزنا. المهم الفعاليه استانسنا اخواننا في السعوديه، مبروك هم يعني هم اللي فازوا. فيومها يعني الفايز حصل على $1,000 جائزه من الراعي، ما قصر. وبعدين بعد ما خلصنا المباراه سوينا لهم باربيكيو علشان يريحون شويه بعد اللعب، فسوينا لهم سوالف اكل. ممتاز. هذه اول بطوله يعني كان عيد وطني وبعدين بطوله كره قدم؟ لا، بعد العيد الوطني سوينا غبقه رمضان وسوينا قرقيعان حق الطلبه. عشان كذي انا يعني بسحب الموضوع، ان قبل شوي شفنا فيديو مشاهدينا عن اتوقع العيد او رمضان توزيع سلال في قرقيعان. فاحنا تقريبا شهرين الا عن رمضان، اتوقع انتم مجهزين شيء او بتسوون شيء؟ ان شاء الله بنسوي يعني نفسنا اللي طافت، للحين ما حددنا شنو بالضبط، بس يعني السنه اللي طافت كنا مسوين احنا الفطور بيدنا، البنات تجمعنا بشقه وطبخنا، ويعني علشان يحسون باكل يعني لا يصير في يعني. إيه لا يصير في هومسك، فاحنا سوينا الاكل بنفسنا ووديناه هناك، وبعدين سوينا قرقيعان حق الطلبه وسوينا مسابقات، وطبعا يعني لبسنا دراريع. هذا فريق كرة القدم صح؟ لا هذا يوم العيد الوطني. يوم العيد الوطني. هذا اللي سويته الفعالية كلها بسنة 2023. زين السنوات اللي قبلها اللي ما كانت يعني ما كنتوا تنظمون فعاليات وغيرها، شلون كنتوا تقضون رمضان؟ شلون أجواء رمضان هناك بالغربة؟ شنو اللي كنتوا تسوونه يعني؟ هو أكيد صعب الواحد يكون مو بين أهله في رمضان، فيعني كنا كلنا نتجمع بشقة واحدة من البنات، ولا حتى الشباب كانوا يتجمعون عند بعض. الحلو في استراليا ان احنا رمضاننا كان في الشتاء، فصيامنا يكون من 6 الصبح ل 5 العصر او ل 5 المغرب، يعني ساعات اقل. اي ساعات وايد قليله، فيعني تقدر تتريق او يعني تتسحر، وبعدين اول ما ترد من الجامعه تتفطر، وكان حلوه يعني حلوه الاجواء، وهناك في مسلمين وايد فيساعد الموضوع. فيساعد الوضع، لان تشوفين دار اللي دار مدارج نفسك، وهم هناك الاجانب وايد متفاهمين، يدرون انك صايمه، يعني اذا شربوا ماي قدامك تلاقينهم يعتذرون او يتجنبون هالشيء، فهم وايد يعرفون عن المسلمين ويعرفون عن عاداتنا. الحين احنا الكورس الاول يعني خلص، اعتقد حتى ثاني عشر اعتقد اسبوع كذي ويخلصون. ممكن يشوفون اباء عندهم اولياء امور عندهم طلبه في هالعمر
ويفكرون يروحون استراليا، تشجعينهم ولا لا؟ ولا روحوا ديره ثانيه؟ لا لا اكيد اشجعهم تعالوا استراليا. هو في وايد ناس يخافون يون استراليا لان يقولون لهم ان المسافه بعيده، بالضبط، واخر الدنيا ولا تروحون وكذي، بس يعني مو من ذاك البعد، بعدين تتعودون بعد اول رحله ثاني رحله يصير المسافه او تصير المسافه حيل عاديه بالنسبه لهم. واستراليا ديره امان ما فيها شيء الحمد لله، يعني كل ما يصير فيها جرائم، ودام ان عيال الديره موجودين هناك فلا تخافون على عيالكم، لان احنا كلنا هناك ان شاء الله على قلب واحد ونبي نساعد بعض، وفي كويتيين بكل مكان، فدام ان في كويتيين لا تخافون لان كلنا على قلب واحد. والله ما يخافون دام شوف الشباب يعني. ما شاء الله يعني ما طلعوا على الهواء بس يعني نقول عنهم، انا انقل عنهم. يمكن حتى سمعت معلومه تاكدينها لي، لان الاكل هناك حلال اعتقد او شيء قانون يلزم المطاعم او شيء كذي. هو هناك اغلب المطاعم عندها اكل حلال، ويعني يعني مستحيل تدش مطعم او تدش مجمع ما تلقى فيه اوبشنز حلال. فتقريبا نقول 80% او 70% من المطاعم يكون عندها اوبشن حلال، فما يكون عليك الموضوع صعب. وحتى بالجمعيه في سكشن كامل حق حلال فود، وحتى في جمعيات عربيه جمعيات ايرانيه، بس يبقى الطبخ الكويتي الا الطبخ الكويتي افضل طبعا يسوون البنات. بس يمكن هو موضوع الاكل فعلا ترى وايد يحاطون منه كثير من الاشخاص، خصوصا يعني احنا يعني كمسلمين الاكل الحلال وين يتوفر. فاعطيتينا ترى نبذه تعريفيه عن استراليا يعني حلوه وتشويقيه. يعني انا يمكن ترى حتى سالت زهراء قبل الهوا قلت لها كنت حاطه في بالك استراليا ولا صارت يعني صدفه؟ قالت لا بالعكس كانت حاطه في بالها. شنو اللي قريتيه من قبل عن استراليا؟ خذيتي فكره عنها صح؟ وقلتي لي كنت مسجله اصلا يعني. انا كنت مسجله في استراليا او كنت مقدمه على جامعات حتى قبل ما اتخرج، لان انا كان وايد يهمني ان الجامعه بنفسها تكون قويه. يعني ما كان هامني مكان الجامعه وين كثر ما الرانكينج مال الجامعه يكون عالي، وتعامل الستاف، تعامل الدكاتره مع الطلبه. هناك الدكاتره وايد طيبين. هذا شيء وايد مهم. وايد يعني من كثر ما هم طيبين ومتواضعين يقول نادي باسمي الاول لا تناديني دكتور. فيعني واذا ما فهمت شيء يبونك تي تسال، ما يحسسونك ان في سؤال يعني غبي او في سؤال او صعب انك تسال حتى. لا يقولون ان كل شيء موجود، كل شيء متاح، فهم يوفرون لك كل شيء. فانا هالشيء وايد لفت نظري باستراليا، وعدد المسلمين هناك والاكل الحلال. انا سويت يعني ريسيرش وشفت ان استراليا من ناحيه الطبيعه، من ناحيه الامان، من ناحيه الجامعات، شفت ان كل شيء فيها يناسبني فسجلت. على فكره ترى لما الطالب ينقل تجربته تكون فيها دقة ومصداقية أكثر من أي شخص ثاني. يعني بالنهاية الأهل يبون يعرفون الطالب شلون راح يعيش، شلون راح يتكيف، والطالب نفسه لما يشوف الطلبة شلون يتكيفون، وخصوصا في هذه الجامعات وهذه الدول اللي تكون بعيدة، نفسيا ترى يكون مطمن ومرتاح وقادر أنه يتخذ هذا القرار. عشان كذي أنا ودي أسألها الحين اللي بيوصل أو يتواصل معاكم سواء من أولياء أمور أو حتى طلبة راغبين أنهم راح يلتحقون السنة القادمة إن شاء الله أو السنة الجاية في أستراليا. اعتقد عندكم انستغرام، عندكم حسابات؟ عندنا حساب على الانستغرام اللي هو kwt.mlb، وهناك اذا دشيتوا على الحساب تقدرون تشوفون في ايميلنا، تقدرون تتواصلون معنا عن طريق الايميل وعن طريق الدايركت. هذا للطلبه وللداعمين، لان عيالنا يستاهلون وبناتنا يستاهلون هذا الدعم، لان الموضوع كله خدمه للكويتيين والكويتيات كطلبه موجودين هناك في استراليا بشكل متكامل يساعدهم في الحياه والتواجد في استراليا. اسمه أكيد. نبي قبل الله نختم معاك زهراء، شلون على موضوع اللقاء التنويري بالنسبة حق الطلبة؟ اللقاء التنويري هذا لقاء سويناه قبل كم يوم، واستضافونا جامعة الكويت وسويناه حق الطلبة المستجدين اللي توهم مقبولين في استراليا، وكان الهدف أن نعطيهم نصايح ومعلومات عن استراليا كثر ما نقدر. ويومها كنا حتى موفرين بوث حق كل ولاية على أساس اللي مو في ملبورن هم يقدر يستفيد ويسأل، وكنا نبي نجاوب على أسئلة الأهالي وأسئلة الطلبة، وكنا نبي نعطيهم كل شيء، يعني أي شيء إحنا نعرفه كنا نبي نعطيهم إياه. وإن شاء الله نستضيفك وأنت دكتورة وطبيبة إن شاء الله. إن شاء الله يفرح بتخرج، وأيضا أعتقد الوالدة برفقتك عسى الله يوفقها يحفظها لك. في كل ما ودك تقولينها نصيحة توجهينها شيء بتقولينها ختام اللقاء؟ بس حبيت أقول إن استراليا ما تخوف. المسافة يعني جزء من الرحلة، وديرة أمان،
ولا تحاتون ان شاء الله احنا دام احنا الكويتيين هناك في احد من اهلنا هناك يعني خلاص لا انتم بايدي امينه. بالضبط. صحيح. ودام الجمعيه موجوده وزهراء وايضا الشباب اللي موجودين خلف الكواليس فلا تحاتون وحفزوا وشجعوا ابنائكم بناتكم اللي يلتحقون في الجامعه هناك. شكرا زهراء وكل التوفيق لك وايضا لكل الفريق الموجود في الجمعيه. شكرا لك. يعطيك الف عافيه. شكرا للطالبه زهراء عاشور شريك مؤسس الجمعيه الطلابيه الكويتيه في ملبورن استراليا. راح نروح معاكم مشاهدينا في فقرتنا القادمه مع الدكتور حسين الحربي استشاري جراحه مفاصل وكسور واصابات رياضيه. فقره اليوم الموضوع راح يكون عن الفرق بين الاخطاء الطبيه والمضاعفات. نتابع معاكم.